نحن اليوم موجودين بجوني بيوتي كير. هالمحل كله بوزيتيف فايب، ما فيني اقول لكم قد ايه. ومثل ما بتعرفوا انتم، نحن باخر ترندز كل مره بننقلكم من عالم لعالم ثاني. رح يكون معنا اليوم هبة جوني، أخصائية العناية بالبشرة، تنتعرف أكثر عن السيرفيسز الموجودين هون. بداية هبة، ثانك يو على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا، شرفت فيكم. يعني انا بالانترو قلت انه نحن هلا رح نسافر، ومزبوط فعلا. انا اول ما فتت لعندك حسيت حالي انه انتقلت على غير عالم. ميرسي حبيبه. هبة، بدي احكيكي بالاول، بما انه انا بروجرامي اسمه اخر ترندز، عم نشوف كثير ترندز على تيك توك وبيحكوا عن ماسكات، شيء بيعملوهم بالبن، شيء بيعملوهم بالحليب، شيء قصص يعني يمكن ما بتناسب البشره اللي عم تعملها وعم تسبب لهم كثير مشاكل. عم يجي لعندك هيك كيسز واقعين بهالمشكله؟ اكيد، وكثير عم يجوا اهالي عم بخبروني عن اولادهم، لانه عم تيجي الصبيه اللي عندي عمرها 16 سنه 17 عندها مشاكل، عندها مشاكل اكناء، بشرتها منا موحده، صار فيها تصبغات بسبب هول الماسكات اللي عم يطلعوا هلا. انا بنصح كل صبيه انه عن جد ما تسمع لهالاخبار كلها، يعني كل شيء موجود عم ينحط طبيعي، يعني الاشياء الطبيعيه هي اسمها طبيعي بس هي اكثر شيء بتاذي، لانه بكريماتنا موجود مثل الحامض والبن موجوده بس بكميات كثير قليله، فنحن ما فينا نحطها مثل ما هي بيور على بشرتنا. هذا الشيء عن جد عم بسبب مشاكل، وعم بيصير لنا اكثر من عن جد 5 حالات هذا الاسبوع بسبب هذا الموضوع، انه صبيه 16 سنه بشرتها تدمرت، لانه هي ما بحاجه اكثر ما هي ترتب بشرتها وتغسلها صح، وما بحاجه اكثر من هيك، يعني حتى عمرها ما بيسمح. فهيدي نصيحتي لكل صبية عم تحضر هذا الشيء. هبة، من السيرفيسز اللي رح نعملها اليوم هو الفول فيشل، ورح نعمل كمان هايفو، رح نرجع نحكي عنه نحن وعم نعملهم، بس السيرفيسز اللي انت بتقدميهم هون من إبرة النضارة اللي هي كتير ترند هالفترة، خبرينا عن هالسيرفيسز اللي انت بتعمليهم. نحن هون كل شيء موجود عنا، المرأة بحاجة لإله نحن بنعمله، من عمليات تجميل حتى فيلر، بوتوكس، إبرة النضارة اللي هلأ كتير هي مشهورة، وعن جد هي بتستاهل ينحكى عنها لأنها بتعطي ضوء ما بيقدر يعمله الفيشل. يعني نحن بنكون عم نعالج البشرة من جوا ومن برا، ما فينا نعمل المازو فيلر اللي هي اسمها مازو فيلر، هن بيقولوا لها إبرة النضارة بس هي مازو فيلر، المازو اللي بيعطي نضارة والفيلر اللي بيملي شوي وبيمحي التجاعيد البسيطة اللي بتكون بالبشرة، من بعدها بدنا نعمل فيشل كرمال تبين هيدي الإبرة. يعني إذا ما عملنا فيشل من بعدها بعد 8 أيام ما رح تبين هيدي الإبرة. كمان عنا الليزر، كل شيء بيتعلق بالنيلز من الحجامة إكستنشن، كمان كل شيء موجود عنا. هبة، حتى عندك الكربون ليزر اللي هو كمان ترند، كان يعني قد ايه انه ما بنسمع فيه، هلا فجأة صرنا عم نسمع بالكربون ليزر. لانه الكربون ليزر بحل كثير مشاكل، تصبغات اللي بتكون على البشره اكيد اسبابها كثيره، من الشمس، من الولاده، حتى اللي عنده نمش اللي كمان بفصل الصيف بيصير لونه بني. فالكربون ليزر بنبلش فيه بهيدا الوقت اللي هو فصل الشتاء لحتى نعالج، لانه كل شهر بدنا نعمل جلسه، يمكن نكون بحاجه لـ3-4 حسب، حتى كمان بينعمل للجسم، يعني حتى الاندر ارمز، البيكيني، كل هالمناطق نقدر نعالجها بالكربون ليزر. يعني المناطق اللي بيبقى يمكن اوقات في صبايا بيبقى عندهم مثل طشات سود. مزبوط، الكربون ليزر بفتحها، بس اكيد في عنا نحن كلف قاعد كثير تحت طبقات الجلد، هيدا بده شيء اقوى من الكربون ليزر اللي هو ليزر بس اقوى منه. هبة، بدنا نحكي كمان عن خيطان الكولاجين اللي انت كمان معروفه فيهم، واللي بتابعك على انستغرام بيعرف انه انت على طول عندك اوفرز، بتعملي اوفرز على الليزر وعلى كذا شغله ثانيه،
خبرينا اكثر عنه. نحن بالسبا عندنا دائما بنعمل افراد، افراد كثير حلوه بتعلق بكل شيء، بالفيلر، بالبوتوكس، بابر النضاره، كل شيء بتعلق بالتجميل حتى كعمليات تجميل. اليوم كمان حابه احكي عن الليزر وعن الخيطان الكولاجين. خيطان الكولاجين هن بديل عن العمليات، يعني نحن لما نكون عم نحط خيطان ببشرتنا ابدا ما لازم نخاف منهم، لانه هن خيطان كولاجين مش خيطان شد، اللي هن كثير بيفرقوا عن بعض، لانه خيط الشد نحن بنكون عم نشد البشره كلها، خيطان الكولاجين اللي هو بيرجع بيشد الانسجه، نحن بنحطهم بطريقه اكسات لنفوتهم بقلب البشره لحتى نعمل لها ليفتنج ونرجع نرجع الكولاجين. قد ايه بضاينوا اجمالا؟ هن تقريبا بضاينوا 3 اشهر، بس اللي حلو بالخيطان انه نحن بنكون بهيدي الفتره عم نعالج، مش شي وقت محدد وهو رح يروح، لا، من بعدها بتصير البشره تفرز كولاجين. هيبا اذا بدنا نحكي عن ماشين الليزر اللي عندك اياها، شو اللي بميزها عن غير ماشينز؟ ومن اي عمر فينا نبلش نستفيد من الليزر مزبوط؟ واي بشره تستفيد منها للليزر؟ لانه في كثير اشخاص ما بيستفيدوا على الليزر، بسمعهم عم بيقولوا انه نحن اليوم ما استفدنا على الليزر وعملنا كذا جلسه. اوكي، اول شيء الماشين اللي عندنا ما فيها ابدا وجع، حتى بفكروا امرار الصبايا نحن عم نعمل لهم مساج او فيها مشكله انه ليش ما فيها وجع، يعني ما رح ياخذوا النتيجه اللي هن بدهم اياها. الماشين اللي عندنا جلساتها بتعقد، وحتى عم ياخذوا نتائج من اول جلسه بيعملوها. اي عمر بنبلش من 16 فينا نعمل ليزر، بس ما بنقدر ناخذ النتيجه اللي نحن بدنا اياها، لانه بهيدا العمر بتكون الصبيه بعدها عندها البسط كثير قويه، فكرمال هيك انه بتاخذ نتائج كثير، يعني يمكن بتطول اكثر لتاخذ، بتطول اكثر من غيرها. بس الاعمار اللي عن جد بتاخذ نتائج حلوه هي 25 وطلوع. كل ما كبرنا بالعمر كل ما البسطه بلشت تخف يعني فيها الشعر. فمين هن كمان الصبايا اللي بيستفيدوا؟ اللي عندهم بشره سميكه. هلا في ناس بتفكر انه انا كثير مشعرانيه اكيد ما راح اخذ نتيجه على الليزر، هو العكس. هيدا العكس كمان صحيح، مثل لما بنشيل كمان التاتو القديم هو الحبر الصيني الليزر بيقشعه اكثر من الحبر اللي بيكون منيح، لانه بيكون كثير لونه اسود. ونفس الشيء شعره الجسم، واكيد بدنا نكون شايلين عاملين شيفينج قبل ما نعمل الجلسه. مين اللي ما بيستفيدوا؟ اللي بيكون عندهم كثافه شعر بس وبر، هيدي ما بتقشع على الليزر، كمان اللي بشرتها كمان غامقه، كمان الشقره، شعر الشقره كمان ما بتشوفها الليزر. ما بتشوفها الليزر، يعني ما بتستفيد ابدا، ما بتستفيد، ما بتستفيد على الليزر بشكل عام. ايه، بس البنت اللي كثير عندها شعر، اللي هي عن جد حابه اليوم وضح هيدي الفكره، انه بتفكر انه هي ما رح تستفيد. صح. عن جد هي اكثر شخص بيستفيد على الليزر من اول جلسه. وما في وجع ابدا، ما حدا يخاف، حتى على المناطق الحساسه كتير بتكون ناعمة وأبدا ما فيها وجع، والنتائج بتكون حلوة كتير. هبة، شو بتنصحي كل صبية عم تحضرنا اليوم؟ بنصحها انه عن جد لو قد ما حضرنا على تيك توك او على اي موقع ما كثير نطبق شو عم بيقولوا، لانه مثل ما بنعرف هلا كل حدا عنده خلطه معينه عم بنزلها، فعن جد ما حدا يرد على هالقصص اللي عم تنزل. اهم شيء كل صبيه تعتني ببشرتها من عمر صغير، وما نقول نحن صغار ما لازم نعمل هيك، من عمر 16 سنه بنبلش نهتم ببشرتنا، نستعمل الغسول اللي بلايم بشرتنا لحتى ما نتعرض لمشاكل بعدين، بنقدر قد ما فينا نحافظ على بشرتنا مهما كبرنا بالعمر. حتى بنشوف على تيك توك وعلى السوشيال ميديا صبايا بتبقى عم تنصح غيرها بنوع كريم معين، وهو كمان هذا الشيء كثير غلط، لانه يمكن ما بناسب بشره رفيقتها او الشخص اللي عم بتابعها. اكيد، لانه كل عمر له كريم معين، ما فيني اذا انا بستخدم كريم يعني اختي لازم تستخدم مثله، لانه كل بشره لها كريمات معينه. انا لما بتكون بشرتي اويلي وعم بستخدم لها زيوت، هلا طالع ترند كمان انه لازم نستخدم الزيوت على بشرتنا، طب تخيلي انا بشرتي كثير اويلي وعم بيجي بحط لها كمان زيوت، شو عم بيصير بهيدي البشره؟ صارت عم بي يعني الزيوت عم بتكاتر، عم بتسبب الاكنه والرؤوس السوداء والبيضاء. هيدا الاستعمال الخاطئ للكريم خلينا نوقع بمشاكل كثيره، منها البلاك هيد والوايت هيد الموجود على بشرتنا، وبتخلي بشرتنا تتعب قبل وقتها. يعني حتى في كريمات بيكون مكتوب عليها انه هيدا من عمر ال
35 لل 50 بنقوم نحن بنستعمله لانه موجود عنا او كادو اجينا من برا فنحن بنحطه لانه اجينا كادو وشو بدنا نعمل فيه. فهذا كمان الشيء غلط. نحن اذا كنا صغار بالعمر يمكن بحاجه بس لفيتامين سي ونحمي بشرتنا من الشمس، كل ما تقدمنا بالعمر كل ما بحاجه لكريمات زياده لحتى نقدر نحن قد ما فينا يكون عنا بشره حلوه، ولو كنا بعمر كبير تضل بشره حلوه لانه بعدين مهما عملنا فيلر بوتوكس ما رح نقدر نرجع الحياة للبشرة. وهلأ مع هبة رح نكون عم نعمل فول فيشل، وأكيد من بعد ما حضرنا البشرة بالغسول رح نبلش بيلينج مع هبة. هلا نحن رح نبلش نشتغل بالبيلينج لانه احنا استعملنا الغسول لانه بشرتها هي كثير حساسه وبنفس الوقت كمان بشرتها اويلي، فنحن هلا بحاجه لننظف المنخار كل شيء بلاك هيد والوايت هيد كمان الموجود هون لحتى نرجع نرجع لها بشرتها مثل ما هي بدها. اجمالا هبة البلاك هيد بيطلع من ورا الاويلي سكن، اما لا كذا انواع بشره اكيد الاويلي سكن هي اكثر بشره بتفرز هالقد زيوت حتى يا زيوت يا بيضه يا سوداء، ما هي لما نحن بتبلش تتعرض للهواء بتحول لسوداء والبيضه بتكون من جوا بعد ما ظهرت، فنحن بقبر صغير بنقدر نظهرها ونعالج البشره كلها، بس هيدا سببه الاساسي هو اهمال للبشره، يعني نحن بنكون ما عم نستعمل الغسول الناسب صبح وبالليل بنسبب لبشرتنا هذا التعب كله. وكل قد ايه لازم يعملوا فول فيشل برايك؟ هلا نحن من بعد ال 15 يوم بتتجدد الخلايا، فنحن بهيدا الوقت ما بنقدر نعمل فيشل. اذا نحن اهتمينا ببشرتنا لانه نحن ما بينعمل الديب فيشل الا بالسبايات، يعني في ناس كثير بتقلي انا بهتم ببشرتي بالبيت بس الديب فيشل ما بينعمل الا بسبا. نحن اذا حافظنا على بشرتنا بالبيت يعني استعملنا غسول صبح وليل نحن ما بقى بحاجه كثير نجي على سبا، فنحن بنصير لو مره بالسنه لو كل 15 بنصير نعمل مره واحده اذا عرفنا نتعامل مع البشره مثل ما بدنا. يعني هي هلا اويل سكان بس انا بالنسبه لي كثير سخيفه اذا نحن عرفنا نتعامل معها ما بتسبب اي مشكله من هالمشاكل. طب من اي عمر لازم نبلش نهتم ببشرتنا؟ من عمر ال 14 سنه بتصير الصبيه فيها تهتم ببشرتها. اكيد نوع الغسول نوع الكريم اللي بنحطه اكيد غير الصبيه اللي بتبلش كمان بعمر 30 لعمر ال 40 كمان بيختلف. كصبايا بعمر ال 14 سنه نحن بننصحهم يستعملوا غسول ومرطب خفيف بس مش اكثر من هيك. لما البنت بصير عمرها 18 واكثر بنصير ننصحها تحط فيتامين سي على بشرتها، كمان في كثير اشياء بنقدر نحطها حسب نوعيه بشرتها. اكيد هلا هبه شو عم نعمل؟ هلا نحن عم نحط بيلينج لنفتح المسام وننظف كل شيء موجود على سطح البشره، لانه نحن لما بنكون عم نعمل بيلينج يعني بنكون عم نجدد البشره، لما بنكون كمان عم نفتح المسام هلا نحن رح نفتحه بالبخار كمان كرمال نفتح المسام. هلا عم ننظف لحتى كل شيء موجود على سطح البشره كل شيء نشيله ونفتح المسام بنفس الوقت، احنا هلا عم ننظف لحتى نشيل اول طبقه. مثل ما شايفين بس حطينا البيلينج هلا نحن شلناه، اذا بتلاحظي قد ايه البشره بلشت عن جد تفتح، ونحن بعدنا ما حطينا ماسك بعد ما عملنا الحجامه والمساج، يعني نحن حصلنا على بياض للبشره، بشره موحده بعدنا نحن باول ستيب. فهلا بنشوف بنرجع قد ايه عن جد رح تتغير بشرتها كلها بشوية يعني اهتمام. ايه اكيد لانه هي عن جد اذا بتهتم بالبيت بس بتستعمل غسول وبتحمي بشرتها انه هي يطلع لها هول كل اللي شايفينه. نحن هلا بنكون عم نفتح المسام، اكيد قد ما الصبيه بتتحمل بنقدر نشيله، بس لانه هي اول مره بتعمل فيشل بتكون البشره شوي سميكه، فنحن بحاجه لوقت اطول شوي يعني 10 دقائق بنكون نحن قدرنا نشيلهم للبلاك هيد والوايت هيد الموجود هون. هلا حاطين نحن البابر. يس. هلا نحن حاطينه لحتى نفتح المسام، اذا تضايقت بنوقفه، بس بشكل عام نحن بحاجه لنحطه لو دقيقتين بس. هو اجمالا منه مزعج؟ لا هو بضايق شوي، في ناس تتضايق منه بس ما بنقدر نحن نتخلى عنه خصوصا بس كون عم نعمل ديب فيشل. نحن بحاجه نحطه لو بس دقيقتين لانه ما رح يطلعوا معنا بشكل سريع. اي هلا شو عم نعمل؟ هلا نحن عم نشيل كل شيء رؤوس سوداء موجوده على بشرتها.
هيدي اول ستيب لازاله الرؤوس السوداء. اكيد بعد عنا كذا طريقه، بس احنا بنجرب هيدي الطريقه اول شيء لنقدر، يعني هيدا اول طريقه تيطلعوا يمكن يكونوا كل شيء خلايا ميته تطلع بهيدا الشيء، يكون على الوجه يمكن بهذا. اكيد لا، نحن بنسحبهم كمان من جوا. هيدي الماشين فيها ضغط بتخلي كل شيء موجود جوا يقدر يطلع لبرا. هلا هول اكنان، كل شيء موجود على بشرتها. هذا اكنان، ايه هذا بدنا نحن ننظفه. هلا هن لانهم صغار نحن بنتركهم، بس هو وين الغلط بيصير؟ لما بنلعب بالحبه الموجوده بس نلعب فيها نحن بالبيت، يعني نشيلها بنترك الدم موجود. فنحن بننظف كل شيء اكنان موجود، بس بنشيل كل شيء موجود من جوا من اساسه. كرمال هيك بس نعمل نحن فيشل ديب فيشل مثل اللي عم نعمله، ما في شيء بيعلم على البشره. ما في كثير ناس تسالني بتقول لي في نوع على الشغل، بقول لها اكيد طبيعي، نحن ما عم نعمل شيء بنضيق البشره فيه. هيك بنكون نظفنا كل شيء موجود على بشرتنا. هلا كل شيء ما طلع معنا بالماشين بيطلع معنا بهيدي، ثقيل شوي بس نحن ما كثير بنضغط عليها، بنرجع بنشتغل بالطريقه القديمه اللي انا كثير بحبها، اللي هي بتشيل كل شيء رؤوس سوداء بدون ما نضايق البشره. اوكي، بتستعملي هديك قبل بيرجعوا هلا بيطلعوا. ايه هديك بتنظف كل شيء موجود من جوا، بس كمان في اشياء ما بتطلع معنا الا بهيدي الطريقه. هيدي الطريقه القديمه انا كثير بحبها، بس كمان امار فينا نستعين بالماشينات، بس هيدي اجمل طريقه انه ما نضايق البشره. هلا نحن مش ضروري نشد كثير لحتى نقدر نحن ننظف البشره، طريقه كثير ناعمه. هلا نحن اول مره بنشتغل على بشرتها هي رح تحس حالها متضايقه، بس تعود بشرتها انه تعمل فيشل دائما، تستعمل الغسول بالبيت، صدقي ما رح تكون بحاجه لالي كمان. بيبطلوا اصلا يصيروا هالقد كتار. ايه هلا هن نحن مثل ما شايفين هي بعمرها منا بحاجه تستعمل كثير كريمات، هي بحاجه لتنظف كثير، تهتم ببشرتها، تهتم انه بس تستعمل غسول الصبح وبعد الظهر، مو بحاجه اكثر من هيك. انه حتى لو بدهم يحطوا ميك اب ضروري مرتين يستعملوا الغسول. اكيد هلا في كثير ناس بتقلي انه مره واحده بتكفي، هلا اذا ما بنقدر مرتين اكيد فينا مره واحده، بس بشكل عام لنحنا كل شيء رؤوس سوداء لحتى ما تطلع مره ثانيه لازم نستعمل غسول صبح وليل. هلا لانه نحن بس ننام بتتغير حراره جسمنا، فبتفرز زيوت الصبح، فنحن بحاجه انه نشيلها. كيف فينا نحط ميك اب على بشره كثير فيها زيوت؟ اكيد ما بتزبط، لازم ننظف. هلا شو عم نعمل؟ هلا نحن عم نعمل حجامه، هيدي اسمها حجامه المتزحلقه. مستحيل اعمل فيشل وممرقه، يعني مستحيل اعمل فيشل بدون ما اعمل مساج والحجامه. حتى الصبيه بتحس بشعور كثير حلو نحن وعم نعملها لانه بضخ الدم بالبشره، وهيدا وهيدا بسبب انه بخلي البشره ترجع يصير فيها نضاره، لانه نحن عم نجدد الدوره الدمويه بهيدي الطريقه. كمان بينعمل كمان للجسم، كمان عندنا حجامه متزحلقه للجسم، بس هيدي بترخي الاعصاب كثير وبتمشى الدم عن جد. حتى هي بتحس بشعور كثير حلو، مبين اصلا كثير شعورها حلو. اكيد من بعدها بنعمل مساج. هلا بنكون عم نعمل مساج، نحن نعمل مساج قبل ما نحط الماسك، لانه بس نكون عم نعمل هيدي الحركات نحن بنكون عم نجدد الدوره الدمويه، وحتى بنحس بهيدا الشعور نحن وعم نعمل للصبيه، يعني هي بتحس بهيدا الشعور. حتى كل شيء ستريس وتعب كله عن جد بيروح لو مرقنا مره او مرتين كل سنه. عن جد البشره كثير يكون شكلها حلو، فيها نضارة كمان.
فول فيشل. اوكي هلا بنكون نحن عم نحط جيلي ماسك. هذا الماسك كثير حلو لعمرها، اول شغله بخفف لها الاكنه الموجود، وبنفس الوقت بيعطيها النضاره اللي هي بدها اياها. اصلا هو كمان شكله حلو وببورد الوجه كثير، يعني هي بتحس بهذا الشعور هلا. هلا هو يعني احلى من هيك انه ايه هلا هو بجمد وبيخلي بشرتها يكون فيها نضاره، لانه كمان بقلبه هيالورونيك اسيد. اكيد في انواع ماسكات كثير، كل صبيه بحاجه لنوع معين، يعني مش كل الصبايا بنحط لهم نفس الشيء. بالفول فيشل بدنا ننطر تقريبا قد ايه؟ 10 دقائق وبنشل لها اياه ونشوف النتيجه كيف رح تطلع حلوه. لكن 10 دقائق وبنرجع لكم تنشوف النتيجه. هلأ رح نعمل الهايفو، وتحديداً رح تكون عم تعمليها علي. خلينا نحكي أكثر عن الماشين وعن البروسيدور وشو ممكن نلاقي ريزالت عليه. أول شيء الهايفو ما في بديل لها، لأنه هي بتشد العضلة، يعني هي الليزر الوحيد اللي بيخترق الطبقات ليوصل للعضلة ليعمل ليفتنج حلو، واللي بيخلي يصير البوتوكس يداين أكتر والفيلر يداين أكتر، لأنه نحن بنكون عم نشد العضلة من الأساس. وأكيد نحن هلأ بناخد تقريباً 15% من النتيجة، وبعد 3 أشهر نقدر نرجع نعملها إذا بدنا نعمل بعد مرة تانية لتقدر تشد على الاخير. هلا نحن رح نلاحظ النتيجه 15% وبنرجع بنشوفها بعدين بعد 3 اشهر. بعد 3 اشهر يعني لازم نرجع نعمل فاشن ثانيه، اما لا بعد 3 اشهر بتبين النتيجه. هلا نحن حسب العمر، بس كحدا ما عنده مشاكل بنقدر نعملها مره بالسنه، حدا بلش بالاربعينات بنقدر نعملها مرتين او 3 مرات بالسنه، بس اللي حلو انه بتعمل ليفتنج حقيقي بنشوفه، حتى بتشد الجولاين الرقبه اللي هون ما في ولا ماشين بتعمله، حتى كمان للجسم وللبطن كمان بنلاحظ قد ايه هي بترجع بتقوي هيدي المنطقه. كمان فينا نستعملها أكيد. للجسم مش بس أكيد. للوجه اكيد اكيد. وهلا يعني كتار في كتار بخافوا من ابر البوتوكس والفيلر اما العمليات، هي بديل. هلا اللي معود على ابر البوتوكس انا بقول له انه اكيد هو بيشتغل بطريقه ثانيه. الهايفو بيخلي البوتوكس يداين، لانه نحن لما بنكون عم نعمل بوتوكس نحن بنكون عم نرخي العضله، وهي لما العضله بتموت بتصير ضعيفه اكثر بسبب التقدم بالعمر، اللي بيخليها ترجع تفيق وتصير قويه هي الهايفو. في عالم كثير بعدها لهلا ما عم بتوثق فيها، لانه منا انجكشن وما بتاخذ النتيجه دغري، فكرمال هيك انا بقول لهم انه ما في بديل عن الهايفو. وهي كمان يمكن ما بيوثقوا فيها لانه بحسوا انه المبلغ تبعها زياده عن غيرها. مزبوط، وما عم بيشوفوا كمان النتيجه دغري. انا بنصحهم فيها عن جد، ما في شيء بيعملوه لحتى نحن نعمل ليفتنج حلو الا الهايفو. وهلا رح تشوفي معنا انت بس نعمل منطقه ورح تشوفي معنا الفرق بين المنطقه. اكيد يعني لكل اللي عم بتابعونا ما عليكم غير تشوفوا وتشوفوا البروجري تبعي كيف عم بيكون بالحلقات المقبلة. يعني للأسف خلصت حلقتنا، أو بالأحرى سفرتنا على عالم جوني بيوتي كير. تروني بالأسبوع الجاي مع حلقة جديدة وموضوع جديد.